نجاوب إن شاء الله عن بعض الأسئلة، وبعد ذلك نفتح فرصة للمداخلات والاستفسارات والأسئلة والنقاش. هذا السؤال السائل يقول: هل يجوز السفر إلى بلاد الغرب أو الهجرة إليها؟ أو بمعنى أدق، هل يجوز الهجرة والسفر إلى بلاد الكفار؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يسكن إلى جوار الكافر تتراءى نارهما. وكل الأدلة التي وردت في الهجرة تنزل وتدخل في هذا الباب، ومنها قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إلى آخر الآيات. فهذه الآيات وغيرها من الأحاديث والأدلة ذكرناها والما ذكرناها تحرم على المرء المسلم أن يسافر أو أن يقيم بين ظهراني المشركين أو الكفار، الدول الكافرة والدول المشركة، سواء كان ذلك بغرض الإقامة الدائمة أو الإقامة غير الدائمة مؤقتة. ولكن العلماء قالوا: يجوز السفر والهجرة إلى بلاد الكفار بشروط. الشرط الأول أن يكون لهذا الإنسان الذي يريد أن يسافر أن يكون عنده دين وإيمان يمنعه من الشهوات. يعني إذا إنسان عنده تقوى من الله وخوف من الله بيمنع من الشهوات، لأنه هناك الشغلة مفكوكة، عرفته؟ وفي ناس بيهاجروا عشان الزنا والفواحش وهذه المصائب. فإذا كان الإنسان عنده دين وإيمان يمنع من الشهوات وعنده علم يمنع من الشبهات، لأنه زي ما أنت بتدعو الكفار هنا هم كمان بيدعوا المسلمين هناك عشان يمرقون من دينه، يجيبوا لك شبهات في الإسلام وشبهات في القرآن وشبهات في السنة حتى يخرج الإنسان عن دينه. فإذا كان الإنسان عنده علم يرد به هذه الشبهات. وكذلك الشرط الثالث العلماء أن يكون سفره لضرورة كعلاج أو شيء لا يوجد في ديار المسلمين، أو يريد لحاجة أن يتخصص في علم غير موجود في بلاد الكفار. يعني يكون علم نادر، مثلا تخصص في الذرة وفي غيره وفي غيره، العلم ده عند المسلمين ما في، حتى يكفي المسلمين من الكفار وأن يتعلموا عند الكفار يمشي يتعلم ويجي يعلموا للمسلمين. فهنا العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يسافر بهذه الشروط. فإذا لم يكن للإنسان حاجة ولم يكن له ضرورة أن يسافر فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفار، لأنه يخشى على الإنسان في دينه. وكثير من الشباب كلمونا إنه هناك الإنسان لما يموت ما في زول بيشتغل بك، بل مش كده، بل انت لو مت الا يدفعوا تكاليف الناس المغيمين لو بتعرفهم، لو ما بتعرف ناس دي مشكلة تانية كمان، بيدفعوا قروش عشان يجوا يدفنوك هنا في السودان. ولو قاموا دفنوك في بلاد الكفار بيدفنوك في مقابر الكافرين، وده حرام ما بيجوز. المسلم يدفن مع الكافر ما بيجوز، حرام. واذا دفنوك مع الكافر أو مع غير الكافر في حاجة اسمها إيجار بتاع مقابر. أنت حي تأجر وميت تأجر، كويس؟ تأجر لخمستاشر سنة، بعد خمستاشر سنة إذا بيخطوك في تابوت ومسائل إذا أنت ما دفعوا جددوا لك الإيجار ممكن يشيلوا جسدك ده إذا بقى يمشوا يعني يتعلموا به في الكليات بتاعت الطب وغيرها، ويبقى جسدك عبارة عن معمل يتعلموا فوق الكفار ده. ولذلك يا أخواننا في مسائل كثيرة تتعلق بالهجرة إلى بلاد الكفار،
ولذلك الإنسان ما يغتر. الإنسان يا أخواننا ما يغتر بالإعلانات وبالكلام المزخرف اللي بيجي ينشروا لك الناس وبعض التجار اللي يقول لك الهجرة واللوتري وإلى آخر، تمشي تحصن وضعك في النهاية ما بتستفيد حاجة، ما بتستفيد أي حاجة. وحتى لو استفدت في دنيتك هتضر في دينك، وأولادك بيتربوا على حسب الكفار، فهمت؟ تاني ولدك ما تقدر تقومه ولا تتكلم معه، لو مديت على إيدك ولدك قاعد مع الكفار طوالي بيمشي يضرب للشرطة، دقيت واي بيدخلوك انت السجن ويشيلوا منك الولد، يقول لك انت يعني فقدت القوام على هذا الولد، ومسائل كثيرة بتترتب على السكنة في بلاد الكفار. ولذلك الإسلام نهى انه الإنسان يعني يمشي إلى بلاد الكفار يتعلم. وبلاد المسلمين دي موجودة، العلوم فيها موجودة، العلوم فيها موجودة، فالإنسان إذا تعلم هنا وحرص فسيكفي المسلمين شرور هذه الفتن. طيب قبل ما نواصل في الأسئلة نفتح فرصة للمداخلات أو الأسئلة أو الاستفسارات. تنظيمات القاعدة دي الليلة والصوم ولا شنو؟ الليلة قال لهم ما تخشوا. طيب قال ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الممارسات التي في خيامات أو خيام ساحات المولد تليق بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المولد يا أخواننا، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو غير الاحتفال والفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الأمرين متغيرين. عشان ما أفضل يجي تاجر لك يقول لك أنت ما مشيت معانا المولد معناه أنت ما بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت زول كافر، وأنت زول قلبك قوي وإلى آخر، ما في علاقة بيناتهم. تفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفرح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هداية للناس وكذا، ده ما عنده علاقة بالاحتفال بالمولد في 12 يوم، ما عنده أي علاقة، لأنه الاحتفال بالمولد ده ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من 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 الصحابة الكرام والأئمة الكرام الأعلام، ما في واحد منهم عمل هذا المولد، ولا في كتاب واحد من كتب السنة ولا ضعيف ذاته في أثر إنه النبي عليه الصلاة والسلام احتفل. فيبقى ده ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ما عمله والصحابة ما عملوا يبقى ما دين. ليه؟ لأنه كل خير بيقربنا لله النبي عليه الصلاة والسلام ورانا له. أزال اللي بيقول المولد ده خير وبقربنا لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغنا له، واحد من اثنين، يا النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيء من الدين ومن الرسالة وهذا كفر بالله، لأنه ربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وربنا قال اليوم أكملت لكم شنو دينكم، وده خبر. إذا المولد النبي صلى الله عليه وسلم ما ورانا له هو من الدين، يبقى الدين ما كمل، ما اكتمل الدين، ما اكتمل الدين. ولذلك زول اللي بيحتفل ده يطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو بدعة من البدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما في واحد من الصحابة عمل مولد، ها صحابة الكرام ما في، وكان الحلاوة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النوبات موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطبل، طبل ذا النوبة ذاته، عرفتها؟ وكان الصحابة موجودين، فعادي كان ممكن يعملوا الاحتفالات ويجتمعوا في الساحات كويس ويأكلوا حلاوة مولد ويفرقوا الأمة لو كان هذا من الدين، لكنه ليس من الدين في شيء. فأول حاجة ده ما عمل واحد من السلف، بل أئمة المالكية رحمهم الله نهوا عن هذه البدعة وألفوا فيه مؤلفات كالمورد في عمل المولد للإمام تاج الدين الفكهاني المالكي عليه رحمة الله، وكذلك ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل وغيره من العلماء، قالوا لو اجتمع الناس رجال على قراءة الأحاديث النبوية، مش الشركيات في المولد دي، دعاء غير الله، إنا بخض في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل،
وغيره من نداء غير الله والشرك اللي بيحصل والبدع والضلالات. بس لو ناس يتلموا يقروا الأحاديث النبوية ويأكلوا أكل وطعام رفتة قال لكان هذا من البدع المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. وأي خير، أي خير النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا لنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فده لو كان من الخير كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا لنا، ما دام ما بلغوا لنا معناه ده شر ما خير. ده غير البلاوي اللي بتحصل في الموالد، تفرقة المسلمين. الناس دي لو صحي، لو صحي مجتمعين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمولد هو بدعة وضلالة، لكن خلي يعملوها خيمة واحدة. امبارح قالوا التجانية والختمية مش شاكلين هنا في بور السودان، هنا خيمتي وما خيمتك وخيمتي وما خيمتك. ليه؟ لأنه الموقع دبكم بيجوا فوقه ناس كتار، والطريقة دارة تروج لروحها، لأنه الفكي بعد المولد لما الناس يسمعوا في المولد يا سلام، الفكي ده بطير في الجو وده بيعوج الحنك، فهمتها؟ وداك بينزل المطر زي ما قالوا الصوفية. طوال الجماعة بيجوا ده بالدجنة، النسوان اللي في بيجرن بيمشي للشيخ بعد المولد، ودي فيها قروش ثقيلة جدا بعد المولد، عشان كده بيشاكلوا، لأنه ده الدكاكين حقت الصوفية. تقال الصوفي بيمشي يشتغل على التالي ولا كده، بيمشي يشتغل في المولد، يمشي يربط الناس معاه، يقول له طبعا بعد المولد انت ان شاء الله تجينا هناك في محلنا، فهمت؟ الزول يتورط يمشي لهم، يمشي معاهم ياخذ عقائدهم الشركيه والضلاليه. تفرق ده نمره واحد. نمره اثنين، تلقى في الخيمه اول حاجه راسمين لك صوره الشيخ، مصورين لك الشيخ صوره كبيره جدا، ويقول لك مدد يا ختم، مدد يا دسوقي، مدد يا فلان. أول حاجة الخيمة دي ملائكة رحمة ما بتخشها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما بتخش الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. وده غير الاختلاط الرجال بالنساء، نسوان ورجال تلقاهم قاعدين مع بعض، فهمت؟ وتلقى الجماعة بتوعدوا في الخيم بتاعت المولد. هل ده خير يا ناس؟ ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بكلام زي ده. فما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من الصحابة ولا واحد من الأئمة الأربعة. طيب نفتح فرصة للأسئلة والمداخلات، فرصة مفتوحة. وين يا تنظيمات كلامنا ده رأيكم فوق شنو؟ ها؟ ما في جبهجية هنا؟ رأيكم شنو في الاحتفال بالمولد؟ علمانين ما في شين؟ ما في علمانين؟ يا تفضل. صنع بمحمد فأنقذنا به من ظلمة ودياجرة. أول حاجة من باب قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من خلال ضوء الآية بنشكر أخواننا السلفيين على إحقاقهم الحق وإبطالهم الباطل. فأنا بشكركم هنا يعني تحت لي فرصة للمداخلة والسؤال كده. عندي سؤالين، السؤالين سؤال بينبني على إجابة السؤال الأولاني. السؤال الأول: هل الروح هي سر حياة كل كائن حي؟ هل الروح هي سر حياة كل كائن حي؟ فالسؤال الثاني: أنت أسي ذكرت الحديث بتاع إنه الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، إذا كان افترضنا الكلب ده فيه روح وكده، فكيف الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب وتدخل رحم الكلب كي تنفخ فيه الروح؟ من خلال وشكرا لكم. قال سؤالين: هل الروح هي سر حياة كل كائن حي؟ سر الحياة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، ده سر الحياة، إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه. السر معناه شنو؟ ذاته كلمة السر معناه شنو؟ يعني سبب وجوده إنه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، ما مجرد الروح، عرفته؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق الكائنات فوجدت هذه الكائنات، ولو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن توجد الكائنات لما خلقها. فربنا سبحانه وتعالى هو، فسر وجودها أن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكم، منها ما أعلمنا بها ومنها ما لم يعلمنا بها. من الحكم التي أعلمنا بها
أنه خلق الجن والإنس للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب السؤال الثاني: حديث الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، هل الملائكة لا تدخل رحم الكلب؟ أنا في بداية كلامي قلت ملائكة رحمة، ملائكة شنو؟ رحمة، لأنه ملائكة العذاب تدخل أي مكان، وملائكة قبض الروح وملائكة النفخ إلى آخر. فأما ملائكة الرحمة فهي لا تدخل بيتا فيه شنو؟ كلب أو صورة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فرصة مفتوحة للأسئلة والمداخلة. طيب ده سؤال بيقول: ما هو الفرق بين الوهابية والسلفية؟ بين لنا. الوهابية هي طبعا لفظة اخترعها الصوفية يرمون بها دعاة التوحيد، لأن الناس قال لهم ما تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، قالوا ديل وهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من علماء هذه الأمة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بجديد، ومؤلفاته موجودة، والزول اللي بينكر الكلام ده نحن بندعوه إلى قراءة كتب هذا الشيخ. هل هو جاء بمذهب جديد؟ لأنه الناس بيجيبوا لك شبهات حوله، يقول لك ديل وهابية جاءوا بمذهب خامس، المذاهب أربعة وجابوا مذهب خامس. وأول حاجة المذاهب ذاتها ما أربعة، مذاهب كثيرة جدا، مذاهب الفقهية يعني ما أربعة، في الظاهرية وفي مذهب أبي ثور وفي مذاهب مذهب الليث وابن جرير الطبري وغيره من العلماء عندهم مذاهب. لكن الموضوع ما في إنه جاب مذهب خامس، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا في الفروع يرجع إلى المذهب الحنبلي، وإن كان لا يتقيد بالمذهب إذا صح عنده الدليل، وده موجود في كتبه، لكن يرجع في الفروع كثيرا إلى المذهب الحنبلي. فهو ما جاء بمذهب جديد ولا جاء طعن في الأئمة، لكن لما جاء للصوفية قال لهم ما تنادوا الفكية، لأنه ربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنه الأولياء المزعومين ديل لا بينفعوا لا بيضروا لا بنزلوا مطر لا بدوا ولد، قالوا ده مذهب خامس، ما في حاجة اسمها مذهب خامس. فهي نسبة دايرين يعني يرموا بها أهل الحق، وده من زمان أهل الضلال من المشركين وغيرهم كان بينابزوا ينبزوا أهل الحق بالألقاب. أما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن وشاعر وساحر؟ فدي كلها ألقاب باطلة، يلصقون بهذه الألقاب، يلصقون هذه الألقاب بأهل الحق حتى ينفر الناس عن دعوة هؤلاء الناس. وإلا الشيخ محمد عبد الوهاب لما تقرأ كتبه يقول لك مثلا كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الزاريات الآية كده، سورة النساء الآية كده، سورة الإسراء الآية كده، الحديث الفلاني في الصحيحين، الحديث الفلاني في البخاري، بيجيب آيات وحديث. بعد ذلك بيقول لك: قال السلف، قال ابن عباس، قال قتادة، قال معمر، قال الإمام أحمد، قال فلان، بيجيب كلام السلف. يعملوا لهم شنو ثاني؟ لكن الناس ديل ما دارين الحق، عشان كده بيجي يقول لك وهابية وما وهابية. والسلفية هي نسبة إلى السلف الصالح، لأنه سلفي اليادية النسب، عرفته؟ فنسبة إلى السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم من الأمة في جميع أبواب الدين، خاصة في العقائد، في العقيدة، في 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 إثبات الأسماء والصفات، في باب الصحابة إنهم ما بسبوا الصحابة ويتردوا عن الصحابة ما زي الشيعة الروافض قبحهم الله، في باب الإيمان ما زي الخوارج. وده كله بتقرأه أنتوا في الفرق الإسلامية في كلية الشريعة، مش في كلام زي ده، عرفته؟ يقول لك: أهل السنة والجماعة أو السلفيون وسط في باب الإيمان بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية ديل الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا أي زول بيقع في معصية ده كافر طوالي، ومن هنا خرج الخوارج على الحكام اللي هم ناس داعش. وأنا بستغرب من زول يجي ينبس داعش وديل داعش وتكفيرين، وتلقاه بيتكلم في الحكومة، ده ما شغل الخوارج ذاته. تقال شغل الخوارج شنو؟ العلماء قالوا الخوارج اشتهروا بمسألتين: المسألة الأولى تكفير الحكام، والمسألة الثانية الخروج عليهم باللسان وبالسنان، يكفر الحاكم وبعد ذاك يمرق ويعمل ما يعرف الآن وما يعيشه الناس الآن من الربيع العبري ده الحاصل في مصر وفي تونس. مصر يوم الجمعة ولا بتين
فجروا لهم في مسجد أكثر من 200 وحاجة نفر، هل ده من الدين؟ ديل الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون شنو؟ أهل الأوثان. ديل ناس الأخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، وديل ناس حماس، وديل ناس تنظيم القاعدة، وديل ناس جبهة النصرة، وديل ناس داعش. المجموعات دي ديل هم المحركين الفتن في بلاد المسلمين، ومدعومين من الغرب الكافر، مدعومين عشان تحصل الفتن في بلاد المسلمين. ويقول لك انتم مضطهدين ومظلومين عشان ياكلوا خيراتنا. هسي الان وين الان السوريين؟ سوريين وين الان؟ ها ناس خلوا بلدهم وشردوا كثير منهم، وناس قتلوا وناس سجنوا وناس عذبوا وذبحوا، بسبب شنو؟ بسبب عدم اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وده شغل التكفيرين والخوارج موجود في البلد دي. وفي السودان عندك ناس، في السودان ده في ناس زي ناس عبد الحي يوسف وغيرهم، قد ما ينتمي إلى داعش تنظيمية، لكن منهج ده نفسي منهج داعش، وده نفسي منهج الأخوان المسلمين اللي بتنتمي له والحركة الإسلامية، سواء كان مؤتمر شعبي، مؤتمر وطني، غازي صلاح الدين، غيره، ده المنهج بتاعهم. لو مشيت عليه انت بتحصل في النهاية داعش بس، عرفتها؟ فداعش أخواننا عشان ما تتغشى، لا لا داعش ديلك كعبين، لكن احنا الأخوان المسلمين سمحين، لا لا منهجكم واحد، المنهج واحد. ولذلك أخواننا الشاب لابد يكون إنسان حصيف. أي زول تجي تلقاه هنا بيتكلم في الحكام وما الحكام ويسوي، هل انت من هنا؟ نفترض معاك دار تقلبة، بتقلبة من هنا؟ ما تمشي هناك، امشي الغصر هناك، امشي أقلبة، امشي أقلبة، يقول لك وسوف نقلبها. والله انت قول راسه ما تقلب، تلقاه بيتكلم كده وسوف نقلبها، ما بتقلب حاجة ولا بنستفيد حاجة. طيب ليه الكفار ديل هل عندهم الخروج حرام على الحكام؟ ليه ما مرقوا، ما مرقوا على حكامه؟ ليه في أمريكا ما في انقلابات؟ ليه الدستور ليه أكثر من 100 وحاجة سنة دستور كفري؟ ليه ما في انقلابات في أمريكا مسلمين؟ ليه ما في انقلابات في إسرائيل مسلمين؟ ما في ظلم؟ ها ما في ظلم في أمريكا؟ ما في ظلم؟ في اضطهاد عرقي كويس في فرنسا، في النرويج، في غيره في غيره. لماذا لا توجد ثورات إلا في بلاد المسلمين؟ ليه؟ عشان بلاد المسلمين تتفكك وديل ياخذوا خيراتها. الغزافي، الأخوان المسلمين كورك، والقرضاوي، وكفار وما كفار، وكافر وما كافر، يقول كافر في شروط ما بتمرك ساكت، عرفتها؟ على الحاكم الكافر لما يتزنقوا تمام مشوا نادوا أمريكا، الغزافي ده ما قدرنا عليه، ولا الغزافي سقط كيف؟ ما دقوا حلفناته، حلفناته ديل منه؟ حلفناته ديل منه؟ ديل ما أمريكا والكفار. وأي صاروخ ينزلوا حلفناته أول حاجة بوقعوا معاك الصاروخ بكده مليارات الدولارات، بتبقى دين على البلد. يعني انت بعدين لما تبقى حاكم ما بتقول له والله انا ما الشغله دي ما في يدي، هو ما على كيفك، عرفتها؟ ليه؟ لانه نحن الدول ضعيفه وتعبانه مسلمه، خضعنا للكفار، بعد ذاك بقت رقبتنا ملويه. يعني انت الليله لو دار تجي تعمر السودان مثلا، نفترض انه التنظيم العلماني اللي بيجي هنا يو بي اف ولا تي ام تي دي المراوح دي، نفترض انك مسكت البلد وبقيت الرئيس. طيب يا استاذ انت البلد دي فيها ديون، فيها ديون وديون ربويه كمان، ها رايك فيها شنو؟ هتحل علينا كيف؟ اذا ما عمرت لنا برضو حنخرج عليك، واذا عمرت لنا هتمشي تسد الديون كيف؟ فالناس دي بيتصوروا المساله تصور سطحي جدا، تصور سطحي، وناس مارقين والحكومه وفعلتك وتركتك. ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن بلدنا السودان ده بلد فوق جميع المناخات وجميع التربة وجميع الأراضي الزراعية مروية ومطرية وصناعية وأي حاجة، وجميع المعادن في السودان قاعدة. ليه نحن مداخرين؟ يجي واحد يقول لك لا ونازل عملوا مشروع الجزيرة شردوا الناس. طيب انت بتزرع قبل 10 سنة بتمرق في الفدان الواحد 10 شوال، والليلة بتمرق نص شوال، ليه؟ قلعوا عليك التراب؟ قلعوا عليك؟ ما قلعوا عليك، ما قام ليه؟ ده ما ربنا سبحانه وتعالى منع منهم الزرع بسبب هذه المعاصي التي نحن فيها، عرفتها؟ فالشرك يا أخواننا بيمحق البركات، الشرك بيمحق البركات. والكلام ده ما بيعجب السياسيين، يقول لك لا لا الموضوع ده موضوع اقتصادي بحت، لا ده برضه من الاقتصاد،
ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، قال نسمع عند المتصوفة. طيب قبل ما نسمع، فرصة مفتوحة للأسئلة والمداخلات، فرصة مفتوحة. علمانيين رأيكم شنو؟ العلمانية دي كفر بالله، والله جد، والله أكلمك النصيحة، العلمانية دي كفر بالله. لأنه العلمانية هي شنو؟ نعرفها، نرجع لأهلها ذاته. أسي أنت بيقروك في مادة التفسير إنه من أقوى أنواع التفسير في التفسير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفسر آية، أو التفسير بالقرآن، أو التفسير بلغة العرب، مش في مناهج التفسير بيقروها هنا، صح ولا ما صح؟ نجي نرجع لكلمة العلمانية دي، أهلها ذاته عرفوها زي ما وروك أخواننا. قال لك هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيوية فقط، بس دنيا بس، ما عندهم بيك شغلة بعد تموت. برنامجهم لك شنو بعد تموت؟ ما عندهم، بس يقول لك نحن عندنا معاك هنا في الحياة، في الحياة فاشلين، لكن ما عندهم لك حاجة، يحاربوا الدين. دي العلمانية، فكفر بالله العلمانية، عرفتها؟ العلمانية تقول لك نحن شريعة ربنا سبحانه وتعالى دي ما بتنفع معنا، ونحن بناخذ من الشريعة الشيء اللي بيعجبنا نحن. ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فدي دي العلمانية والإلحاد والكلام الكثير اللي قالوا لك أخواننا هنا. طيب قال نسمع عند المتصوفة بما يسمى بالعقائد أو القصائد الشطحية والمقالات والأفعال الشطحية، فما حكم ذلك في القرآن والسنة؟ الشطح ده عندهم حاجة بيقول لك الزول بيخش في الذكر لغاية ما تحصل له حالة في الذكر، حالة سمحة، يقول لك حالة مع الله لغاية ما يحس ويقول كلام ما يؤاخذ به. طيب الإنسان إذا قال كلام وعقله ما في، هل ده بتعتبره خطأ ولا بتعتبره شيء صواب؟ تعتبره خطأ مش، لكن هم بيعتبروا إنه الزول كم ما عمل كده ما بيبقى ولي. هنا كتاب الفيوضات الربانية، ده بيعه برضو في الدار السودانية للكتب، ده بتاع الطريقة القادرية، وهي أول طريقة دخلت السودان. هذا الكتاب الفيوضات الربانية، الصفحة من الصفحة، قصيدة طويلة جدا، من الصفحة 64 وانت ماشي قدام. قال وله قدس الله تعالى سره في الشطح والتوحيد. الكتاب مؤلفه الحاج اسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري. طيب قال شهدت بأن الله والي الولاية، ده صفحة 62 وماشي لقدام، وقد من بالتصريف في كل حالة. التصريف يعني كون الأولياء يتصرفوا في الكون، زي ما ذكروا عن أحمد الطيب والبدر في كتابه سراج السالكين، قال أولياء الله الكمل 8، يعني احنا جد خاشين النار 8 بس، ليه؟ لأنه الجنة بخش إلا ولي. قال 4 باليمن و4 بالسودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، طبعا مصر لا فيها أولياء، لا سوريا ما فيها أولياء، بس بمصر اليمن والسودان. قال وأما الذين بالسودان، قال فمنهم دفع الله المصوبا، مصوبا الحضرات، الحضرات في حضرة إلهية، حضرة نبوية. قال ومن كراماته إنه جر الشمس مع الملائكة 40 عاما أو نحو من ذلك. وربنا قال الشمس دي لا في ذول بجرة، ولا الملائكة ربنا ما ذكر إنه بالجرة. ربنا قال والشمس تجري لمستقر الله، بلا بتجري، ما في لا في ملائكة بجرها حسب ما قال القرآن ولا شيء من هذا الكلام. لكن قال جر الشمس هو مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. تعرف القصة دي معناها شنو؟ ده قال لك جلوك حوار للشيخ دفع الله المصوبا، والشيخ رسله يجيب له مويه عشان يصلي العصر يتوضى بها من البحر، فجلوك مشى البحر، التمساح اكل جلوك بلعه، لغايه ما الشمس قربت تغيب جلوك ما جا راجع. قام سالهم قال لهم وين جلوك؟ قالوا له اكلوا التمساح. فقام الشيخ مشى البحر هو والجماعه بتاعينه الحيران بتاعينه، قال نادى التماسيح كلهم قال لهم اجمعوا هنا. عرفتها؟ كل التماسيح فرشي متاع، التماسيح جو
قال لهم وين التمساح الأكل جلوك؟ قالوا له هذا له تماسيح ذاته انت تمساح. قال فقال له امرك جلوك؟ قال له ما بمرك جلوك، امرك جلوك ما بمرك جلوك. قال ضربوا جلوك جا طالع، وبعد ذاك ضرب التمساح انقلب حجر. لما خلاص المغرب وقته خلاص الشمس دارت تقع، قام رجع الشمس فصلى العصر وتاني ودام حله. انتوا رايكم شنو في الكلام ده يا ناس؟ ده بقول لك شطح، ده شطح، ده كفر بالله. طيب سؤال فقهي يا صوفيه، الناس صلوا العصر ديل يحصل لهم شنو؟ هل وجب عليهم عصر ثاني؟ ولا كيف؟ ولذلك يا اخواننا ده كلام غريب جدا، ده كلام غريب. وهل الساعه قامت؟ لانه الشمس كده مرقت شنو؟ من المغرب، ما ثاني رجعت من المغرب. هل الساعه قامت ولا الحاصل شنو؟ وهل ستقبل التوبه ام لا تقبل التوبه؟ كله كذب وباطل. يقول لك جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. ما بتقلب أي حاجة يا شيخ، ما بتقلب. طيب مش بتقلب التمساح حجر؟ أقلب لنا أعداء المسلمين ديل حجار وناس داعش، أمشي أقلبه، أمشي أقلبهم. فده كله كذب يا ناس وكفر بالله سبحانه وتعالى. قام بيتكلم في كلام طويل، قال ولي نشأة، قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. نشوف يده دي قدر كيف. قال وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. فهمت؟ ودي ما دار لا أدلة كثيرة عشان ترد الباطل ده، لأنه ربنا قال ولا يحيطون به علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما دار لا أدلة كثيرة ذات، لأنه كلام واضح في البطلان. قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي، وناظر ما في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود بمقلتي، إلى أن يقول وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكته. قال الشيخ بيخش الخلوة أو ما قاعد يصلي. قالوا له يا شيخ ما بيصلي ليه؟ قال أنا بصلي في مكة. كذب ساكت الشيخ ما قاعد يصلي. لغاية ما مشى قال أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، أنا كنت مع راعي الذبيح في دأه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه إلا بتفلته. ببزغ في عيون الأنبياء كمان الكذاب ده مفتري. قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا، وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي. عصا موسى الدربال البحر دي شال مني أنا، قال ده بتاع القادرية. قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء، وما برئت بلواه إلا بدعوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. لغاية ما قال شنو؟ أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. قال وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقة. بعد ما قال هو الله، لأنه قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. كلام كثير باطل، ده اللي بيسموه شطح. ما في حاجة في الدين يا أخواننا يسمى شطح. ربنا سبحانه وتعالى بيأخذك بكلامك، وربنا أمرك تقول تتكلم ما يرضي الله، فهمت؟ وأن تعمل ما يرضي الله. قلت شيء مخالف للدين واخذك به، فده كله من الباطل. ما حكم الجماعات والطوائف سواء كانت سياسية أو إسلامية في الإسلام؟ ما بيجوز. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في قناة النيل الأزرق قال محمد منتصر الإزيرك إن الأموات ينفعون ويتصرفون في الكون. الإزيرك ده واحد صوفي، تكلم
زول ما بيعظم رب العالمين، قال يقول لك الله في السماء، هو ربنا قال كده. قال طيب ربنا قال إذا السماء انشقت يعني الله يتلب ولا كيف؟ ده اللي زيري قال وسخ ده، وده بليد ما فهم الموضوع، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك أأمنتم شنو؟ من في السماء؟ هل في معناه جوا كده الظرفية يعني؟ لا، في معناه على، لأنه ربنا في الآية القبلية أو آيتين قبلية ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أمشوا في مناكبها يعني أنا أعمل لي خندق، لو داير أمشي من هنا مثلا لحي تاني أبو حشيش ولا غيره، أقوم أجد الواطة متر وأنزل في المتر وتاني أشق الواطة كده جوا يعني؟ هل ده معناه كده؟ وربنا قال فسيحوا في الأرض، فسيحوا نبقى سمنة ولا نبقى جنيع يعني، فهمت؟ وربنا قال عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، معناه يقرقر جذوع النخل وإحشام جوا جوا، ولا معناه على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. ففي اللغة العربية العلماء قالوا حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، عرفتها؟ فأأمنتم من في السماء أي على السماء، لأنه في تأتي بمعنى شنو؟ بمعنى على، وديناك شنو؟ الأدلة. أما الزول ده لأنه أول حاجة خط صفة لربنا سبحانه وتعالى في ذهنه، بعد ذاك بقى يقول لا 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 ما بالطريقة دي، لأنه شبه الله بالمخلوق. فربنا سبحانه وتعالى لما نقول استوى على العرش، ما معنى ربنا سبحانه وتعالى احتاج للعرش، أو ربنا سبحانه وتعالى يمس العرش، أو أن الله سبحانه وتعالى فقير إلى العرش، أو أنه يستوي على العرش استواء المخلوقين، وإنما يستوي الله سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله. عشان كده العلماء قالوا كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أديك مثل، الليلة يدي أنا ده ويد الباب ويد الفيل واحد واحد ما واحد، أنا مخلوق والباب مخلوق والفيل مخلوق، كيف يكون الخالق مشابه للمخلوق؟ ما ممكن أصلا، ما ممكن، عرفتها؟ والموبايلات بيختلفا والنعلات بيختلفا، دي نعلات ودي نعلات ودي جزمة ودي جزمة ودي نظارة ودي نظارة، فبتختلف. الذهب ذاته فيه مغشوش، الموز ذاته فيه موز كاذب وفوق موز بيتأكل، صح ولا ما صح؟ المخلوق بيختلف، هل يمكن أن يشابه الخالق المخلوق أو المخلوق الخالق؟ ما ممكن، عرفتها؟ فإذا هو أول حاجة خدت إنه ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذا العرش، بعد ذلك قال إذا السماء انشقت، وربنا فوق السماوات. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، يا صوفي، الصوفي بس بيعرف للبدع، يأكل الزلابية والفتة ويقرأ لك في المولد إنه النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات وكذا وفرضت عليه الصلوات، ويقرأ ويبكي تلقاه ويتبكى وتقول له ها الله وين؟ يقول لك أجنو الله وين؟ ما دي الإسراء والمعراج، صح ولا ما صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عربيه لي وين؟ لفوق السماوات، صح؟ يبقى ربنا ما في السماوات، فده زول بليد. من كلامه برضو الإزيرك ده إنه قال في قناة النيل الأزرق إنه الأموات ينفعوا يتصرفوا في الكون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا شنو؟ من ثلاث، ما بينفع. وربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ها؟ ما هو ذول ميت يا أخي الشيخ ده أنت جبته يا لزيرك لما مات وجردته من ملابسه بقى زي ما الله خلقه عريان دلفك ذاته، الزمان كان الناس بيخافوا منه، يقول لك ستي مريم جات بيخافوا منه، وأبويا الشيخ جاء بيخافوا منه، أبوك الشيخ جردوا من ملابسه كلها ودخلوا عليه والناس، فهمت؟ وغسلوه وقلبوه، غسلوا له وشقوا اليمين وشقوا الشمال وطيبوه وعطروه ودخلوه في الكفن، جابوا له ثلاثة قماش دمورية أو غيره من القماش الأبيض وربطوه من فوق وربطوا له يدينه مع بعض وأصابعينه مع بعض، فهمت؟ وجابوه وصلوا عليه قدام الناس بغم ما قاله، قال حاجة؟ ربنا قال وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس لهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ما في. وبعد ذلك جبت دخلت ودى اللحد ده انت لو حي ودخلوك ودى اللحد وقال لك قوم ما بتقدر، خليك من الفكي، فهمت؟ بعد ده الناس عملوا له طوب ودقوا الطوب ودقوا الطين، فهمت؟ وبعد ذلك الناس دفنوا ودى اللحد ودفنوا المطمورة وبفوق عملوا له موية، وكمان أبوك الشيخ بيعملوا له شنو؟
بيعمل لو أسمنت أسمنت زي ما قال واحد ده لو جون سينا ما بيمرق. تقول لي أبوك الشيخ فهمت؟ بعد ده تقول لي أبوي الشيخ بيمرق من القبر وينفع ويضر. ما بينفع حاجة، ما بيضر حاجة، ما بيصرف حاجة. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. خليك من الميت، الحي ذاته ما بيقدر. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا. لن من أدوات نصب الفعل المضارع وحرف نفي. يخلقوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب شنو؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة ويدل على الاستمرار. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو بتاعنا المولد ديل قول لهم عشان نجي نحتفل معاكم في بدعتكم دي، جيبوا التجانية والختمية والقادرية والسمانية وغيرهم، خليه يخلقوا ضبانة بس. ذباب مفرد العلماء قالوا، الضبان داسي مش كثير حايم، بس ضبانايا واحدة. الختمية يخلقوا البوضي بتاع الضبانة، والتجانية ضربوها اللون، والسمانية يعملوا الكرعين، والقادرية يعملوا الشعيرات بتاعتها، وديلك الكزنزانية يعملوا العيون، وما أعرف ليك الطريقة شنو. بيقدروا؟ ما بتقدر. ربنا قال لن يخلقوا، ولا يبقى القرآن كذب، واحد من الاثنين. ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ربنا قال لك بل هم أضعف من كده. وإن يسلبهم الذباب شيئا. شوف ربنا عبر كيف بهذه العبارة العظيمة والكلمة العظيمة. ربنا قال وإن يسلبهم الضبان بترك في أكل الشيخ اللي بيخوف البلد إلا من رحم الله. إمتى؟ مما يجي الشيخ يقول لك هو أبو الشيخ جاء، في ناس بيجدوا نعلاتهم يمشي حفيان، يقول لك ما تقعد في تبرك الشيخ وما تلاقي الشيخ إلا تكون متوضي، عرفتها؟ ولو أسريت حاجة شينة للشيخ الشيخ بيعلم في قلبك، يقول لك شيخي إن جلس يعلم في قلبه وسوس. سيدا ما كفر بالله، فهمت؟ ولعب كويس. الضبانة اللي بتجي في أكل الشيخ ده ذاته تجي تأكل من الأكل، تأكل وما بتجي تقول له أبو يا الشيخ عليك الله يجد علي حاجة. تجي حصل سمعت كلام زي ده، بتجي تأكل في السمينة بتاعت الشيخ. الشيخ ما الدراويش مساكين بدهم المهيوبة، الدرويش مسكين بدو المهيوبة وملاحم ثلاثة، فهمت؟ والفيتريد بياكل في ديك. أما أبوك الشيخ بيجيب العجول والحاجات السمينة اللي بتجيب الناس البرادو، فهمت؟ الناس الفاتحتهم ثقيلة بياكل الشيخ جوا. يقول لك أبويا الشيخ ده قرض وما شاء الله تلقى الباب ما بيمرقوا. باقي لك في قرض بيحصلك المرحلة دي؟ ها؟ في قرض بوصل الزول للمرحلة دي؟ تلقاه تخين وسمين. الضبانة تجي تاكل في أكل أبوك الشيخ، الشيخ اعمل لها كده تاني تجي راجع وتاكل، اعمل لها كده تاني تجي راجع وتاكل، جيبوا بفاف يجيبوا بفاف، في واحدة تكون مدسية تاني تمرك تجي تاكل، أنت فاهم؟ دي آية من آيات الله. ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وربنا ما قال لي أشيل الجربيها كلب ولا حاجة، بس الشالط الضبانة ما يذكر ذاته، ما بيقدروا. قال الإمام القرطبي رحمه الله ضرب الله مثلا بالذباب لكثرته وحقارته وضعفه ومهانته. دائما ربنا الناس اللي بيعمل فوق الواحد، ها واحد بيعمل فوق عنده عظمه وكذا، ربنا بيتحداه بالامر الصغير عشان يوريك انه ما عنده شيء. طيب فكونه يقول انه بينفعه وقال يتصرف في الكون، الكون ده بيتصرف فيه ربنا، ها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الامر، والكلام ده الكفار كانوا عارفينه. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، يعني الكفار، الله، يعني الله اللي بيعمل الأمور دي. يجيك الصوفية والجماعة ديل يقول لك لا أبويا الشيخ بيتصرف في الكون. طيب ما تتصرفوا الآن في أمريكا وفي غيرهم وفي غيرهم، ضربونا في التصنيع الحربي قبل كم سنة، قبل الضحية بثلاثة يوم، أنا ساكن جنب التصنيع الحربي، الناس جرت والخرفان جرت قبل الضحية، وفي عرسان جروا ذاته، العروس خلى عروسته وجرى بيت نسابته، بقت له فضيحة لليل، فهمت؟ بقت بلاوي. الناس ذا الوقت جوه وانت بتتصرف في الكون ما وقفتهم ليه يا فكي؟ وانا من الكذب ومن الباطل. انا قلت زي ناس داعش، ما قلت هو قد يكون ما منتمي لداعش، لكن نفس المنهج، لانه منهج داعش اللي هم الخوارج زي ما قلت لك بيقوم على اصلين. الأصل الأول تكفير الحكام، وبيجي بيقول لك شنو؟ بيقول لك الحكام ديل ما حكموا بما أنزل الله وما حكموا الشريعة
وفي زنا وكذا، وطبعا تحكيم الشريعة واجب لا شك في ذلك، وكونه يكون الزنا منتشر ده باطل إلى آخر، لكن ما بتكفر الحاكم إلا إذا فعل أمرا كفريا لا خلاف فيه. الدليل شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصنع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان. يعني ما فيه تاويل، يكفر عديل زول سب الدين، الحاكم يسب الدين أو يقول القرآن ده ما نافع، يكفر مرة واحد، أو ما يمنع الناس من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كفر بالله كفر واضح، بعد ذاك في شروط تانية للخروج. لا، ما هو بعد ده خلاص نفترض إنه كفر، بعد ده تاني في إعداد القوة والقدرة التي قال الله عنها: وأعدوا لهم ما استطعتم من شنو؟ من قوة. كافر بعد ده لابد تستعد له. لكن أما هو كافر، نفترض إنه كافر وإنت ما عندك قوة، داك جايك بدبابات وطيارات وأسلحة ومسائل، وإنت جاي لي بكمشتين وثلاثة مفاريك، دار تخرج، دي هلكة، دي ما بيجوز، دي حرام في الدين، عرفتها؟ فلا بد يكون عندك قوة وما تحصل مفسدة. يعني لو نحن خرجنا وخلاص كفر وعدينا القوة، لكن بتحصل مفسدة، حيموت المسلمين زي ما حيموت الناس المارقين، وتكون المفسدة زي ما لو كان الحاكم ده قاعد، يبقى ما في داعي نمره، لأن العلماء قالوا الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي جاء بال في المسجد، الصحابة هموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا عليه أو لا تقطعوا عليه بولة. هل البول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ده مفسدة ولا ما مفسدة؟ ها؟ في أي مسجد، خليك من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مفسدة صح ولا ما صح؟ طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوا يتم بوله؟ لأنه لو حاولوا يقطعوا عليه بوله حيقوم من محله، حيوسخ ثيابه هو، وحيوسخ مساحة أكبر شنو؟ من المسجد، وحيتضرر هو في نفسه ضرر صحي، وقد يصيب بعض الناس، صح ولا ما صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خليه يتم في محله. المفسدة الحاصة هنا أقل من شنو؟ من مفسدة إنه البول يتشتت، وإنه يكون في ملابسه وفي ملابس غيره. عشان كده الشريعة بتنظر لهذه الأمور هذه النظر. أما الزول اللي بيجي خاش يسأل: لا والله إذا كفر وشيله أمره، يبقى لنا زينا سوريا دي، اللي هما الأخوان المسلمين حرضوا الناس، كافر ما كافر وبشار وما بشار، والناس الآن شوف الحاصل شنو. ها، بس كل ما قادرين عليه نشجب وندين، نشجب دي بتعالج لي جرحة، نشجب وندين ونستنكر، وهذا ليس ظريف، أنا بستفيد منه شنو؟ وده جرحني ولا قتلني ولا قتل أخوي ولا اغتصب أخت ولا عمل ولا عمل، تستفيد من شنو؟ من نشجب وندين ونستنكر. وينبغي على منظمات المجتمع الملكي شنو؟ العالمي والمجتمع المدني أن تدين وأن تشجب وأن تستنكر. هو الساكت ما في حاجة. عشان كده الشاعر قال لك: وما ضاع حق لم ينم عنه أهله، وما ناله في العالمين مقصره. وده بكون على وفق ما جاءت به الشريعة، لكن تجي تمرك ساكت ما بتستفيد حاجة، ويزو المرق ما استفاد حاجة. في السودان ده كان خمسة عيشات بجنيه، هسي بقى اثنين، والاثنين ذاتي ممكن تطبق انت خدتين في الجزلان بسبب الخروج، نزل ما نزل وبتمشي الشغل، عرفتها؟ فده الشغل بتاع عبد الحي يوسف. عبد الحي يوسف في كتاب الدكتوراه قدمه في جامعة ام درمان الإسلامية، يا ناس دي رسالة الدكتوراه بتاعتي، ناقشوا علي، ناقشوا عليه وأدوا دال دكتور عبد الحي يوسف بشنو؟ قال في كتابه ده نفس كلام الخوارج، قال: وإن واقع المسلمين اليوم يشهد أن كثيرا من حكامهم اليوم كفار لا مجرد ظالمين. دي المسألة الأولى، كفر الحاكم، نمرة اثنين يقول لك تخرجوا عليه زي ما قال أخرجوا على السيسي، ها، وحرض الناس على السيسي وغير من حكام المسلمين، يا خلينا من إنه ظالم ولا ما ظالم، دي ما طريقة بتاع التغيير. النبي عليه الصلاة والسلام زمن لما بعث في مكة، مكة كان المسيطر على منه، ها، كفار، ناس أبو جهل وأبو لهب. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رح أكون نمرق مظاهرات
ونجدب لابد يسقط أبو جهل يسقط يسقط وثورة 21 يناير في إسقاط أبو جهل حصل كلام زي ده؟ ما حصل ليه؟ لأنه لسه المجتمع الإسلامي ما تربى ناس لاسي إلى الآن الناس بتمشي للقبور وتتمسح بها وتخاف من ست مريم وتخاف من مين ومن مين ما ممكن البلد تمشي لقدام ولا تصلح فده المنهج بتاع عبد الحي يوسف وكثير من الشباب المشوا داعش ومشوا غيره مرقوا من المكتبة العلمية القاعدة في جامعة السودان التي تخرج هؤلاء الناس خرج الدواعش في السودان كلهم طلبت عبد الحي يوسف أو غالبهم طلبت عبد الحي يوسف عرفتها؟ طيب قال من هو من أنشأ العلمانية هم اليهود ما هدف العلمانية إخراج الناس عن الدين وهل ترابط بين العلمانية والأخوان المسلمين أيوة لو رجعت للتعريف بتاع العلمانية دائرة تمرقك من الدين وإنت لو فصلت ولو جزء واحد من الدين يعتبر علماني لأنه ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فأي زول يجي يقول الدين ده كله كويس إلا الحتة دي ها مسألة الحكم مثلا زي ما ذكرت لك الأخوان المسلمين مرقوا منهم داعش والفكرة ذكرت لك عن عبد الحي لأنه هو أخو مسلم فهمت؟ فده يعتبر من العلمانية وعندهم كلام كثير جدا الأخوان المسلمين.